الدرس الثالث lesson 3 من unit 3 من الوحدة الثالثة. school كلمة ألف النص school المدرسة. go نبدأ من هنا classroom حجرة الدراسة. تمام، الكلاس نفسه هم التلاميذ نفسهم، تقول دول ماي كلاس الفصل بتاعي. اما الحجره نفسها كمبنى كمكان كاوضه بنقول عليها كلاس روم. الحصه اللي انت بتاخدها تمام اسمها كلاس، يعني تقول مثلا انجلش كلاس حصه الانجليزي، عربي كلاس حصه العربي، وهكذا. تمام، go home يذهب للبيت، بيرجع البيت تاني. go home تاخدش وراها حرف جر، ما تقولش go to home، لا go home على طول. early مبكرا لما تروح بدري، early. art class زي ما قلت لك اول حصه اسمها class، art class. والصف الدراسي اللي انت فيه برضو ينفع نقول عليه class، يعني مثلا ممكن تقول I am in grade 2، انا سنه تانية، ممكن تقول I am in class 2، الاثنين صح. خلاص، يبقى class تنفع حصه وتنفع تلاميذك اللي في الفصل وتنفع صف دراسي، ثلاث معاني لكلمه كلاس. ارت كلاس حصه الرسم، هنا جايه بمعنى حصه، ارت كلاس. المبنى نفسه الاوضه نفسها وحيطانها وكده اسمها كلاس روم. خلاص، كلاس روم. درا يرسم. والناس كانت متعوده على منهج تايم فور انجلش فبينطقوها بريتش، بيقولوا درو، والاثنين صح، درا او درو. رايت يكتب، رايت الدبليو في اول الكلمه مش بتتنطق، والاي برضه في الاخر سايلنت، الاثنين دول ما بيتنطقوش بس بيتكتبوا طبعا. بنطق الار اي تي، رايت رايت. فلاور الورده او الزهره، فلاور. هنقول مع بعض واحنا قافلين المايك، كلاس روم. جو هوم. Early. Art class. Draw. Right. Flower. School. نبدأ بأمل، تفضلي. Classroom. Go home. Early. Art class. Draw. Write. Flower. School. عايزك تتعودي على draw مش draw، تمام؟ عشان بس إيه المنهج أمريكان، خلاص؟ يلا اللي بعدها نور أحمد، تفضلي. معك يا مستر. School. Early. Art class. Draw. Write. Flower. Classroom. Go home. Okay. محمد راضي، تفضل. School. Go home. Early. Art class. Draw. Write. Flower. Classroom. School. حلا، يلا يا حلا. نعم يا مستر. تفضلي يا حلا. كلاس روم جو هوم وير ايرلي ارت كلاس Art class. Draw. Write. Flower. مريم، تفضلي. نعم يا مستر. نعم الله عليك، تفضلي اقري. Read. Okay, مستر. Go home. Early. Early. I take class. Do you? Eat farewell school classroom go to home. Go Steven. home. Father Steven. Go home.
Early art class, draw, write, flower, classroom. School, ما تنساهاش. رهف. نعم يا مستر. School, classroom, go home. Early. Okay. Art class. Art class. Draw. Write. Flower. Classroom. إياد الخولي عايزك تقرأ وتقولها لي draw لأن الناس كلها نطقتها bridge وأنا مش عايز كده عايزها draw. يلا يا إياد. Early art class draw برضو draw draw write write flower classroom تمام. go home. طيب هنا بيقول لي reading This is my school in Suez. هذه مدرستي في مدينة السويس. This is my class, my school in Suez. We go to school early. البنت بتتكلم. We go to school early. احنا بنروح المدرسة بدري. Early يعني مبكرا. We sit down. نحن نجلس to start our lessons. لكي نبدأ حصصنا دروسنا. تمام؟ To start. Start معناها يبدأ. We listen, نحن نستمع to our teacher, إلى معلمتنا أو مدرسنا. تنفع كده وكده. We listen to our teacher, نحن نستمع إلى معلمتنا. بس هنا محددها لك أنثى إيه؟ Mrs. هدير, مدام هدير. It's time for our art class. إنه وقت حصة الرسم. يبقى عايز تقول ده وقت حصة كذا بتستعمل التعبير ده. It's time for. It's time for our art class, English class, social studies class, computer studies class, وهكذا. It's time for our art class. I draw, أنا برسم, two trees, شجرتين, and a flower, وورده, and a flower, ورده أو زهرة. يبقى بيرسم, البنت دي بترسم إيه؟ بترسم زي ما تشاهد في الصورة إيه؟ اللوحة اللي بتعملها أو الصورة دي, شجرتين وورده. We stand up, احنا بنقف احتراما يعني to say goodbye, لكي نقول مع السلامة إلى اللقاء to our teacher, لمعلمتنا اللي هي Mrs. هدير وهي ماشية بنقف احتراما ليها ونقول لها مع السلامة. We go home, نحن نذهب نعود للبيت at 2:30 p.m. يعني الساعة 2:30 مساء يعني على قبل العصر كده. At 6 o'clock, الساعة 6 بالليل بقى I do my homework. أنا بعمل الواجب بتاعي. نقولها تاني بعد ما ترجمناها ركز معايا. This is my school in Sears. We go to school early. We sit down to start our lessons. We listen to our teacher, Mrs. Hadir. It's time for our art class. I draw two trees and a flower. We stand up to say goodbye to our teacher. We go home at 2:30 p.m. At 6 o'clock, I do my homework. تمام؟ هنا school day, يوم من أيام الدراسة. Look, انظر, listen, and trace. وتتبع. طبعا أنا هفتح الكتاب عندي هنا علشان الكلام المتنقط ده مش ظاهر عندي في التصوير. فأول حاجة جايب لي هنا go to school يبقى هنا دي go to school يذهب إلى المدرسة go to school. بعد كده start our lessons start our lessons بنبدأ دروسنا يبقى go to school يذهب للمدرسة خلاص start our lessons بنبدأ دروسنا. اللي دخل دلوقتي مين؟ فاطمة محمود. اللي دخل دلوقتي مين؟ فاطمة. وأنا بشرح هتقطعني وأنا متأكد. Go to school يذهب إلى المدرسة. تمام؟
start our lessons. تمام؟ نبدأ دروسنا. بعدين listen to our teacher. Listen to our teacher. بنستمع لمعلمتنا. Listen to our teacher. بعدين draw a flower. هو جايب لك كل حاجة قلناها في الفقرة اللي فاتت. واخد منها الفعل والمفعول. تمام؟ draw a flower. يرسم زهرة. يبقى من الأول معايا. Go to school. Go to school. Start our lessons. Start our lessons. Listen to our teacher. Listen to our teacher. Draw a flower. Draw a flower. Say goodbye. يقول إلى اللقاء. بيقول مع السلامة. Say goodbye. Say goodbye. Say يقول. Say goodbye. Go home. يرجع البيت. يذهب للمنزل. Go home. Go home. Go home. Do homework. يقوم بعمل الواجب المنزلي. Do homework. Do homework. تاني. Say goodbye. Say goodbye. Go home. Go home. Do homework. Do homework. تفضلي يا امل هات من الاول من اول go to school. Go to school. Start our lessons. Listen to our teacher. Draw a flower. Say goodbye. Go home. Do homework. Do homework. Excellent. نور احمد تفضل. معك يا مستر. Go to school. Start our lessons. Listen to our teacher. Draw a flower. Okay. Say goodbye. Go home. Do homework. Excellent. أستاذ محمد راضي تفضل. Go to school. Yeah. Start our lessons. Listen to our teacher. Draw a flower. Say goodbye. Go home. Do homework. برافو بس مش عايزين الـ ER في الآخر تفتحها جامد. Flower, teacher. لا. Teacher, flower. كده. برافو يا محمد. حالة تتفضل. نعم يا مستر. لا نقفل المايك خلاص. نقفل المايك ونسمع حالة بس. يلا تفضلي. Go to school. Start our lessons. Start our lesson. Listen to teacher. ماشي. Draw a flower. Draw a flower. ماشي. Draw a flower. Say goodbye. Bravo. Go home. Go home. Make homework. لا ما فيش ميك بقى ده لو انت عملتها ميك في الامتحان هحسبها لك خطأ. Do homework. ده لغاية اعدادي يعني حتى كلمة do وميك بيغلطنا فيها في الامتحانات في اعدادي نفسها لغاية تانية وتالتة عداد يقول لك تاخد دو ولا ميك ويجيب لك تشوز عليها. مريم تتفضل. Go to school. Go to school. أيوة سمعناها. برافو. Lessons. Start our lessons. يا ريت تقرأ الكتاب عشان هي مش باينة هنا. Start our lessons. Start our lessons. أيوة. Listen to teacher. To our teacher. في صفة ملكية. To our teacher. برافو ها. Draw a flower. Draw a flower. كملي. A flower. Say goodbye. Say goodbye. Go to home. Do homework. أنا لسه بقول ما فيهاش حرف جر. نقفل المايك خلاص. نقفل المايك. تمام. هي ما في ما تاخدش تو يا جماعة. احنا ممكن نقول go to school. School تاخد تو. لكن هوم ما بياخدش حرف جر. الراجل ده ما بيحبش حروف الجر جنبه ابدا. يقول go home على طول. معلش يا مستر اصل انا بس مش عندي الكتاب. ماشي اوكي مفيش مشكله بس انا بحب اكد على المعلومه. ستيفن اتفضل. go to school. Start our lesson. Listen to our teacher. Draw a flower. Say goodbye. Go home.
Do homework. Do homework. ماشي. رهف. برافو ستيفن. برافو حلا مريم. ها. يلا يا رهف. Go to school. Go to school. Start our lesson. أيوة. Listen to our teacher. ماشي. Draw a flower. Say goodbye. Go home. Do homework. إياد الخولي، تفضل. شكرا يا رهف، برافو عليكي. Well done. إياد الخولي، تفضل مشكورا. هيا بنا. Let's read. هتقرا ولا اخد فاطمه محمود؟ هقرا. Go to school. ايوه. Listen our teacher. Listen to our lesson. انت نايم ولا ايه؟ Listen to our teacher. Draw a flower. ايوه. Goodbye. فيها say قبلها. Say goodbye. Go home. ايوه. Do homework. اشرب شويه ميه علشان تركز، ممكن تكون قايم بدري برضو النهارده وما نمتش كويس او حاجه. فاطمه محمود معانا ولا ايه؟ ولا ما دخلتش اصلا؟ دخلت يا مستر. طب اتفضلي. Go to school. ايوه. Start our lessons. انا قلت نخلي الكتاب معانا عشان الكلمات مش باينه هنا في التصوير، هي باينه في الكتاب بطلوع الروح يعني بالعافيه. خلاص يعني نقرا من الكتاب صفحه 136. Start our lessons. Listen to our teacher. تمام. Draw a flower. Draw a flower. Okay. Say goodbye. Go home. Do homework. تمام. بعد كده هنا سوري، نرفع الكاميرا بس لفوق عشان تبان. بيقول لي life skills، مهارات الحياة. I can، أنا أستطيع. خلي بالك can يعني ده بنقول عليه modal verb، فعل ناقص. ناقص يعني لا يكتمل المعنى لوحده بمفرده. I can، أنا أستطيع، يعني أنا أستطيع ملهاش معنى، لكن يجي فعل بعده على طول يكمل معناه، بس بشرط الفعل ده يكون بدون إضافات في المصدر، بدون أي إضافات، لا هنضيف له اس ولا أي حاجة. فهقول I can follow. Follow الفعل في المصدر بمعنى يتتبع أو يتبع أو يتبع. I can follow instructions، أنا أستطيع أن أتبع التعليمات. Instructions معناها التعليمات، خلاص. في قواعد كده في المدرسة لازم نتبعها. I can follow instructions. نقولها مع بعض. I can follow instructions. I can follow instructions. كمان مرة. I can follow instructions. تعال نشوف الانستركشن نمبر 1. Write your name. Write your name. دي أول حاجة في التعليمات بتعطيها المس للطلبة. اكتبي اسمك. Write هنا فعل أمر. فعل الأمر لازم برضو يجي في المصدر وبتكون نبدأ به الجملة. Write ما ينفعش أقول writes أو writing أو wrote، لا لازم write زي ما هي في المصدر. Write your name ده فعل أمر، والجملة دي اسمها جملة أمرية وبتنتهي بفول ستوب يا أمل، زي ما أنت شايفة كده، زي الجملة الستيتمنت بالظبط. Write your name، اكتبي اسمك. دي التعليمات الرقم واحد. Draw a picture of yourself. ارسمي صورة لنفسك. تمام. انا عن نفسي 40 ولا 41 سنة ما اعرفش ارسم صورة لنفسي. ما انت بقى في سنة تانية هترسم صورة لنفسك. Draw a picture of yourself. ارسم صورة لنفسك. يبقى الفعل الامر write وdraw كلهم في المصدر. Draw a picture of yourself. Yourself معناها بنفسك، ما حدش هيساعدك. Stand up. قفي أو قف. Please من فضلك. Please كده لللطف كده وإيه والتودد مع الأطفال. Stand up please. لو سمحت أقف.
stand up برضو stand جاء في المصدر ايه. Listen to the CD. طبعا المفروض يكون في حاجات اللي هي ال MP3 players او CD او DVD في الفصل, انك بتسمع بالنصوص الاستماع والفوكاب الجديدة خلاص, تسمعها كده من النيتيف سبيكرز من المتحدثين الاصليين باللغة بتاعتهم. Listen to the CD. تمام. Sit down please. اجلس من فضلك. Sit down please. Stand up عكسها sit down. خلاص يبقى كل التعليمات هنا جت في المصدر ليه؟ لانها فعل امر, وفعل الامر في الانجليش لازم يكون في المصدر. هنقوله مع بعض. Write your name. Write your name. Write your name. Draw a picture of yourself. Draw a picture of yourself. Draw a picture of yourself. حاول تقولها كلها على بعضها. Stand up, please. Stand up, please. Stand up, please. Sit down, please. Sit down, please. Sit down, please. Listen to the CD. Listen to, التي هنا مش بننطقها. Listen. Listen to the CD. لو CD player يعني. Listen to the CD. الدور على أمل. تفضلي أمل. I can follow instructions. تفضلي. I can follow instructions. I can write. Anything. I can follow instructions. لا مش follow, follow. Follow. Go on. Write your name. Emily. Write your name. Draw a picture of yourself. Stand up, please. Listen to the CD. Sit down, please. Listen to the CD. Listen to the CD. اللي بعد. Sit down. انت ما قلتيش sit down. ماشي تفضل. Sit down, please. برافو أمل. نور أحمد تفضل. معك يا مستر. I can follow. Follow. I can follow instructions. I can follow instructions. Write your name. Your name. Write your name. Draw a picture of yourself. Stand up, please. Listen to the CD. Sit down, please. تمام. محمد راضي تفضل يا محمد. I can flow in. يا جماعة اسمها follow. والله اسمها follow مش flow. Follow. I can follow instruction. Write your name. Draw a picture of yourself. Stand up, please. Listen to the CD. Sit down, please. تمام. حالة تفضل. حلا. طيب مريم, لا حلا ولا مريم موجودين؟ ماشي ناخد ستيفن, مفيش مشكلة. نعم يا مستر. نعم. اتفضل يا ستيفن. لا مستر. نعم يا مستر. طب نعم. يلا يلا ايه انتوا الاثنين ها؟ احنا مع بعض. ايه؟ احنا نعم احنا اتنين مع بعض. لا طبعا كل واحده لوحدها. اتفضل. طيب اتفضلي يا حلا. ماما مش الحلا. I can follow instructions. Write your name. Draw a picture for
of yourself. Of yourself. Stand up, please. Listen to the CD. Sit down, please. يلا يا مريم. I can follow instructions. Instructions. Yeah, your name. Do you a picture of yourself? Of yourself. Stand up, please. Sit down, please. Listen to CD. Listen CD. Listen to the CD. Listen to the CD. Listen to the CD. Sit down, please. Father Stephen. Write your name. Draw a picture of yourself. Stand up, please. Sit down, please. Listen to the CD. تمام. الصفحة اللي بعدها. لا لسه رهف ما قريتش. اتفضلي يا رهف. معلش رهف. I can follow instructions. Write your name. Draw the picture. Draw a picture of yourself. Stand up, please. Sit down, please. Listen to the CD. Listen to the CD. بعدها sit down, please. تمام؟ اعملوا لي نسكافيه ضروري. الدور على اياد الخولي. اياد الخولي. اياد الخولي موجود؟ اياد الخولي. بالطول يا اياد على ما ترد عليا. Write your name. تمام. Stand up, please. Listen to the CD. Sit down, please. Draw a picture of yourself. فاطمة محمود. فاطمة. أيوة يا مستر. يلا يا فاطمة. I can follow instructions. What's your name? Draw a picture of your self. مش عارف الجملة الأولى سمعتها what's your name. مش عارف أنا سمعت صح ولا لا. هي write your name عموما يعني. ماشي كملي. Stand up, please. Listen to the CD. Sit down, please. تمام كله كده. أرى الصفحة اللي بعدها دي homework. Classroom, go to school, start, goodbye, teacher, go home. نبدأ في حل التدريبات. تمام. We listen to our teacher. يا ترى دي هتكون أي صورة يا أمل؟ Number one. Number one. تمام. نجيب الدوائر بتاعتنا. ادينا دايرة عامة. سلفنا دايرة من عندك هنا. ايوه نمبر وان اهي. اوكي. نور احمد تفضل تجاوب على السؤال. معاك يا مستر. She goes to school. She goes to school. Number two. Number two. بص يا جماعة فعل go لما يجي مع he وshe وat بنضيف له es. تمام؟ في المضارع البسيط تبقى goes. ما قولش she go he go. لا she goes. خلاص. بعدين حلا. لا محمد راضي الأول. محمد راضي هيرتب لي الجملة دي. tree draw I to. تمام؟ وهنبدأ بالضمير I. يبقى أقولها إزاي؟ I draw. تمام؟ ها؟
to trees. كتبتها عندك ولا لسه؟ تمام. الدور على حلا. هترتب لي الجملة اللي بعدها. Art, it's class time for. عايز أقول إنه وقت حصة الرسم. ها. نقولها إزاي؟ حلا. ده أنا جاوبتها يا حلا وأنت لسه ما ردتيش عليا. تبقى it's time for art class. It's time for art class. مريم، يا ترى هنا الصورة دي هي عاملة sit down ولا stand up حاليا؟ طيب نسأل ستيفن يمكن يرد علينا. هي عاملة ايه دلوقتي يا ستيفن؟ sit down ولا stand up؟ كده حالة ومريم ما جاوبوش. stand up. ها؟ sit down ولا stand up؟ stand up. stand up. تمام. بعد كده رهف. يا رهف. دول قاعدين. they are sitting in أو at home ولا in the classroom؟ in the classroom. in the classroom. يبقى نختار classroom. إياد الخولي. عايزين نرتب كلمة teacher. T-E-A. ايوه. T-H. T-R. مستر. مستر. فاطمة. فاطمة محمود. فاطمة. ايه مستر. يلا هنرتب درا. دي اي دبليو ار. دي ار اي دبليو. يا فاطمة. الدور على امل عبد الله. امل. مين امل؟ قول يا مستر مين. نعم. هي دي المفروض ان هي say goodbye. ايه؟ دي البنت اللي واقفه دي المفروض say goodbye. واقفه فين؟ هي اللي عندها stand up. طب يعني هو مديني اختيارين، مديني stand up وسيت داون، اجيب له انا جود باي منين بقى؟ نشتريها منين؟ احنا ما عندناش في السؤال، هو بيقول لي هي واقفه ولا قاعده؟ ايوه اه صح، انت صح. يعني الاطفال عندهم قوه ملاحظه رهيبه، هي بتعمل جود باي فعلا، بس هي واقفه ولا قاعده؟ هو بيسالني واقفه ولا قاعده؟ قلنا ان هي واقفه ستاند اب بس خلاص. يلا يا امل. لو يا مستر ترتبها اف ال او. موجودة يا أمل ولا طلعتي؟ يا مستر F L O W E R. ماشي تمام. كل الناس رجعت؟ لا في ناس لسه هي داخلة. يلا بينا نعمل كلير ونروح للصفحة اللي بعدها. تمام هنكمل مع نور أحمد. جاهزة يا نور؟ يا نور على معك هنا بيقول لي يعني choose the correct words. ثواني في اتنين كمان عايزين يدخل. أنا حلا ومي معلش يا مستر. أنا حلا ومي معلش يا مستر عشان اللابتوب بتاعنا فاشل شحن. فحطينا في الشاحن يعني. فيش مكشلة، فيش أي مكاشل خالص.
هناخد نور هنا I do my homework at 6 o'clock ولا I play؟ ها I do. I do homework ما تاخدش play أبدا. محمد راضي I draw a flower ولا I listen a flower؟ I draw a flower. يبقى I draw a flower. Okay. حلا I write home at 2 o'clock ولا I go home؟ I go home. I go home. حالا هتجاوب السؤال اللي بعده لأن فاتك سؤال. أقول set to the CD ولا listen to the CD؟ Listen to CD. تمام يلا يا مريم خد السؤالين بتوعك. جايب لي draw و name و CD. تمام؟ هختار منهم اتنين. Write your draw ولا write your name ولا write your CD؟ Write your name. Okay. وهنا a picture of yourself. I will draw a picture of yourself ولا CD a picture of yourself. Write a picture in yourself. لا draw مش write. Draw هي. Draw a picture. ماشي فيش مشكلة خالص. ستيفن اتفضل. هنكمل الكلمات دي يا ستيفن. عندي write ناقص حرفين. ها. ستيفن وائل معنا؟ Are you still there? Maybe not. طيب رهف تتفضل. يلا يا رهف. نعم رايت ناقص حرف ايه الاولاني ده؟ الار وبعدين الار هي الار ولا التي ولا قصدك ار وبعدين تي؟ ار وبعدين تي. تمام طيب باكتشر يا امل. لا مش امل اياد الخولي. اياد الخولي تي ار اه حرف ايه ده التي بيكتشر يبقى حرف الار. فاطمه ليسن ل صوت ايه ده صوت الاي ليسن ان تمام كوبي ده عايز كتابه بيكم بايديكم انتوا طبعا في الكتاب. تعالى نروح كده على الدرس الرابع ماشي ونشوف بيحكي عن ايه. هنا بيتكلم عن صوت الاي ار. تمام هنا في حرف vowel وهنا في consonant في متحرك مع ساكن. لكن حرف الاي اساسا كان بيتنطق ا وكان كده ايه رقيق كده بقول hat cat bat ant apple فكان بيتنطق ا. جات الار دي تمام قالت لا انا ما ينفعش معايا الصوت الرقيق ده انا عايز ايه ناس كده صوتها قوي وصوتها ايه خشن كده والصوت يتخن معايا شويه تمام فهنقول ا. يبقى لما يجي حرف الار بيتخن الحرف ده يخليه مفخم كده بدل ما هقول ا زي ابل وانت هقولها ا زي ما يكون واحد بطنه وجعه يا بطني تبقى اي ار في كل الكلمات هتتنطق كده ار والار خفيفه خالص كده بطرف لسانك وتوقف ما تخليش تكر معاك ار كتيره ما تقولش ار لا ار زي كار كار شارك شارك شاربنر شاربنر يبقى كار اهي ار اخر مقطع فيها شارك ارك ار نفس النطق شار اول سيلابل فيها شاربنر هي ثلاث مقاطع بس اول مقطع منها شار ار نفس النطق هتقول معايا كار shark sharpener car shark sharpener. طيب انا هختبر كده امل نجيب القلم لو انا كتبت الكلمه دي يا امل تعرفي تقوليها لنا يلا اهي b a r n نعم مستر
عايزك تقري لي الكلمة دي بي اي ار ان. barn. برافو عليكي. barn نفس النطق او barn. barn تمام. بعد كده هنروح لصوت ال سي ال اس اتش. الاس اتش الاس لوحدها بتتنطق تديني الصوت ده خلاص، والاتش لوحدها بتديني صوت ه ه زي هورس تمام، وزي هن. لكن في صوت عندي في الانجليش وهو صوت الشين ش ش ش. الصوت ده اجيبه ازاي؟ هو مش موجود اصلا في الحروف بتاعتنا في الالفابيت مش موجود. فاحنا بنعمل ايه؟ بنضيف الاس مع الاتش فبيديني الصوت الجديد ده ش. يبقى عندي اتنين كونسنت هم حرفين ساكنين ضفتهم على بعض طلعوا لي صوت واحد لكن صوت جديد مش موجود في الحروف كلها، صوت الش ش ش. فبقول فاش فاش فاش، عامل زي حرف الهمس في القرآن الكريم لما انت بتقول لإيلاف قريش وتاخد ش كده نفس النطق كده. فاش تراش تراش. شيب انا بتكلك عليه زياده عن اللزوم عشان يبان في المايك. شيب شيب. شاب شاب. يبقى الاس اتش هتاخد صوت ش ش ش. فش السمكه، تراش القمامه الزباله وليها اكتر من معنى بس احنا عايزين صوت الشين فجبنا كلمه تراش. شيب الخروف، شوب المحل او الدكان. هتقول معايا فاش فاش تراش تراش شيب شيب شوب شوب. وعندنا كلمات تانية زي تي شيرت تي شيرت تي شيرت التيشيرت. شارك هي نفس الكلمة اللي فوق بس هنا عايزين نتك على الاس اتش اكتر ونركز عليه. دول يعني الكلمة دي تجمع ما بين الصوتين اللي بيدربنا عليهم النهاردة، صوت الش وصوت الاي ار ار. شارك شارك نفس الفكرة في شاركنر، جامعة ما بين الاتنين فيها الاس اتش فيها صوت للش ش وفيها صوت الار ار. شار وكل ده في المقطع الاولاني منها the first syllable the first syllable لامم الاثنين مع بعض. شاربنر شارب. هتقول معايا تي شيرت تي شيرت. شارك شارك. شاربنر شاربنر. اتفضلي يا نور. معاك يا مستر. تمام. الو كملي. فش فش فش. تمام. تي شيرت تي شيرت. الصوت راح فين؟ نور اختفت. محمد راضي يكمل او يجيب من الاول؟ محمد راضي. كار شارك شاربنر فيش تراش شيب شوب تي شيرت شارك شاربنر شاربنر. تمام يا محمد برافو. حلا اتفضلي. حلا فصل تاني ولا ايه؟ نعم يا مستر. يلا اتفضلي ريد. فيش فيش ازاي؟ اول كلمه عندك كار فوق اهي كار. كار شارت شاربنر فيش تراش فراش بالتي تراش تراش شيب شوب شوب شوبينج ايه شوبينج. تي شيرت
T-shirt, shark, sharpener. يلا يا مريم. Kai, sight, sharpener. Sharpen. Fish. Trash. Trash. Sheep. Shop. Shopping. Shop. شكلك بتعملي شوبينج كتير فعشان كده بتقولي شوبينج. هي شوب بس شوب. شوب. تيشيرت. شايت. تي شيرت شارت شاربنر. ماشي ستيفن اتفضل يا ستيفن. اقفلي المايك يا مريم. اقفل يا هلا ومريم. هيبقى في امتحان على الكلمات دي لما نخلص هنشوف بس اقفل المايك معلش. يلا يا ستيفن. ستيفن وائل خلاص رهف تتفضل. رهف موجودة ولا ناخد مين كمان؟ نعم مستر. اتفضلي يا رهف ريد اقري. كار شار شار بلن دينر فيش تراش تراش شيب. لا لما اقول لك كلمة تتعاد لما اقول لك صححها كلمة نعيدها. تراش 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 شيب شيب كويس. شوب 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 تيشيرت شارب شارب. عايز معيد اعيد معاك الكلمه دي الاخيره دي شاربنر. قولي معايا كده واحده واحده. شار شار بي بي نر نير. شاربنر شاربن. اسرع بقى شاربنر شاربنر. تمام كده. دي كانت رهف. اياد الخولي اتفضل. نعم يا مستر. كار شارب شاربنر فيش تريش شيب شوب تي شيرت شارب شاربنر. تمام. فاضل فاطمة محمود هي آخر واحدة. يلا فاطمة. كار كار شارك شاربنر فيش تراش شيب شوب. تحس انت بتسألين. كملي. شارك شاربنر. ماشي نكمل. هنا بيقول لي listen circle and write. car يا أمل لما أقول car r يا ترى الصوت r صوت ال s h ولا صوت ال a r. A R A R. يبقى هنعمل سيركل هنا. اشتغل معاك القلم تعمل سيركل وتكتبها هنا. نور أحمد معك يا مستر. لما أقول شارك شارك بقى إيه الصوت اللي ناقصني هنا؟ A R A R دايرة هنكتبه هنا. محمد رابي trash صوت ش ش صوت ايه ده؟ الاس اتش للاس اس اتش دايره وهنكتبه هنا. طيب بعد كده بيشرح لنا احنا وقفنا عند محمد راضي وبيشرح لنا بيقول لك ريد ليرن اقرا وتعلم. هيعلمنا السيلولز. يعني ايه سيلول؟ يعني ايه مقطع صوتي؟ بيقول لي a word or a part of a word. يعني هو عبارة عن كلمة أو جزء من كلمة. يعني ممكن الكلمة كلها تكون one syllable. تمام؟ أو الكلمة تكون أكتر من مقطع فيكون المقطع ده جزء منها. تمام؟ يبقى syllable a word or a part of a word which حيث contains يحتوي على
One vowel, صوت متحرك واحد. Or more, أو أكتر. إزاي بقى؟ هنا في كلمات one syllable ذات مقطع صوتي واحد. يعني إيه مقطع صوتي؟ مقطع صوتي هو حرف متحرك بيجي وسط حروف ساكنة فبيديني الصوت، تمام؟ بيعمل لي مقطع صوتي واحد في الكلمة. كل حرف متحرك منطوق يعني بننطقه، تمام؟ لأن في حروف مش منطوقة، حروف متحركة بتبقى في آخر الكلمة، مثلا زي كلمة site S-I-T-E. هل أنا نطقت حرف الإي اللي في آخرها؟ يعني مثلا أنا هدي لك مثال أهو، لما أقول لك الكلمة دي سايت، هل أنا نطقت الحرف الأخير اللي فيها؟ ما حصلش، ما تنطقش. يبقى إحنا بنعد الحروف المتحركة اللي اتنطقت. بعدد الحروف المتحركة اللي اتنطقت هتلاقي الكلمة بنفس المقاطع الصوتية بنفس عدد الحروف المتحركة دي. فهنا عندي كار، فيها كار كام حرف متحرك؟ حرف الاي فقط، علشان كده هي صوت واحد، مقطع صوتي واحد. كار كار كار، اتنطقت على مرة واحدة، مجرى الهواء اتحرك مرة واحدة بس في الكلمة. كار. فيش، صوت الاي اللي هو اه اه ف، فيش هو ده اللي اداني المقطع الصوتي السيلابل. شيرت شيرت شيرت، اتخذت على مرة واحدة، صوت الآي هو اللي عمل المقطع الصوتي. لكن تعال نشوف كلمة تي شيرت. تي اي تي تي، برغم انها يعني ما فيهاش حرف الاي او الدبل اي او الاي اي زي تي اللي هو الشاي، الا انها بتتنطق كده تي تي، لان ده اسم الحرف، خلاص اسمه تي. فهنا اي دي المتحرك ده، تمام، عمل الصوت ده. بعدين شيرت ده صوت، ده مقطع تاني، يبقى دي على مقطعين. اعرفها ازاي؟ قال لك في طريقتين بيتبعوهم في القصه دي، يا اما تحط ايدك تحت دقنك زي ما قلنا قبل كده وتكلم تقول تي شيرت، هتلاقي دقنك لمست هنا مرتين، خلاص هتلاقي دقنك كده بتلمس مرتين. تي شيرت تي شيرت، يبقى مقطعين. او بالسقفه تي شيرت تي شيرت تي شيرت، تطلع معاك سقفتين. تعال على الكلمة الثالثة، شاربنر. شارب يعني أنا أحب أقسمها شار لوحدها وبن لوحدها وإير لوحدها، تمام، علشان تبقى شار مقطع وبن مقطع وإير مقطع. لكن خلينا احنا في التقسيم اللي هو عاملها. شارب أنا حرف الاي خلى ده one syllable. ان حرف الاي عمل لي المقطع الثاني. ار حرف الاي عمل المقطع الثاني، تبقى اتنطقت على ثلاث مرات. شا بي نر، هتلاقي ده انك بيلمس ظهر ايدك ثلاث مرات. شا بي نر، ولو عملتها بالسقفه شا بي نر، ثلاث مقاطع، خلاص. يبقى مين اللي بيعمل المقطع الصوتي؟ هو الحرف المتحرك اللي بيجي وسط الحروف الساكنه، تمام. يلا نقرا مع بعض. كار، فيش، شيرت، دول one syllable مقطع صوتي واحد. بعد كده two syllables مقطعين. تي شيرت تي شيرت، بعد كده ثلاث مقاطع three syllables. شاربنر 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 شاربنر، اتفقنا؟ عندك هوم ورك تاني اهو. فيش، شارك، شيب، شاب، تراش، شاربنر، وهنكمل السيشن الجاي، تمام. عايزين اي حاجه قبل ما اقفل؟ شكرا لحضرتك. شكرا يا مستر، تحياتي ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.